يستعد ضباط إسرائيليين لاختراق الجزائر في كأس الأمم الأفريقية للمحليين بطولة يكشف من جهته أنه كان قد حاول اختراق الجزائر واختراق بلد آخر وفشل في العمليتين. مهما حاولتم اختراق الجزائر فستفشلون في كل مرة. مرحبا أصدقائي، فيديو جديد معكم صابر من فلسطين. بعد فشل الضابط الإسرائيلي غاي هوخمان في مونديال قطر 2022، وقناتنا كانت أول قناة بتكشف هذا الضابط الإسرائيلي، اليوم جايكم فيديو جديد. بس ياريت قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وأهم شيء اللايك ومشاركة هذا الفيديو حتى الكل يأخذ الحيطة والحذر من هذا الاحتلال الصهيوني الغاشم. يستعد ضباط إسرائيليين لاختراق الجزائر في كأس الأمم الأفريقية للمحليين بطولة الشان، بطولة القبطان الجزائرية في عام 2023. بتمنى منكم نشر هذا الفيديو على أوسع نطاق، خصوصا إخواننا الجزائريين. خلونا نسترجع معلومات عن الضابط هوخمان ونسترجع أحداث المونديال في 2022 وكيف كان فشلهم الذريع بعد اختراق قطر ودخولهم بهويات أجنبية لمونديال كأس العالم قطر 2022. Israel. No. What? Not right here. Ecuador, right? For Israel. What? No. Yeah. No. Why? It's for Israel. Yeah, I'm Israeli. No. Free Palestine. You are not welcome here. Even this is Qatar, it's our country. You are not welcome here. There is only Palestine. There is no Israel. Palestine. I'm from Israel. احنا العرب، احنا معد الديانات ورسالات السماء، احنا العرب التاريخ والمستقبل، احنا الثقافة والحضارة، احنا بيت الشعر والقصر، احنا ممن تعلمتم منهم واحنا من علم. لانهم لم يستطيعوا ولن يستطيعوا اختراق الجزائر، أرادوا أن يستعطفوا أهل الجزائر على حد قولهم يهود الجزائر، على حد قول الاحتلال أنه يهود الجزائر حابين يرجعوا لوطنهم، طبعا في احتفالاتهم في الذكرى 60 من رحيلهم عن هذه الأرض. طب ليش رحلتم؟ ليش تركتم الجزائر لو هذا الكلام صحيح؟ ما بدي أطول عليكم كتير، خلينا نشوف شو كانت ردود أفعالهم، شو قولهم أنه حابين يرجعوا لوطنهم وأنه بيستعطفوا أهل الجزائر، عارفين أنه أهل الجزائر طيب وكريم لكن ما بيعرفوا أنه في نفس الوقت ذكي وقوي. أفضت في عبادة تاكل إحداث نعملوا السلام بينا وبيناتكم لنقدر نجي ونزور الكبر دي ننا فريحة دي راهي مكبورة في وهران. بالسلامة. ولدت في الألجير في القرضايا. أنا لالو لياو شكرا اليوم شمرون من القرضايا مزاب قرضايا في ألجيريا. أنا ولدت بقرضايا. Je suis née Alger en Algérie. Et je suis montée en Israël en 61 avec mes parents. Saba, Savta, Kulam, Ayovdi, Bezav. Abe Shabbat, Chima, Shloloita, Madika, et Akorala, Ravi, Shiadlik, et Taesh. Algir, Bishvili, Ze Abba. Pashut, Meod, Ze Abba. Nolad, Beaflu, Begil, Shva, Esre, Azav, Sham, et
והוא מבחינתי סימל את הקהילה, כי הקהילה היהודית באלג'יריה היא באמת קהילה צנועה, ישרת דרך, עובדת לשם שמיים, לא לשם התרברבות ולא לשם שפוני אנס. אין ספק שהתקופה הכי יפה שלי זה הייתה דווקא באלג'יר. اسمي الياهو الياهو السلام اللي عملت لكل حياتي جيت من الجزائر من مزاب تكل واحد من مزاب كبر احنا وصلنا سفر واحد وكبر وصلنا بر كام علوني احنا ممشخين ببيلوت ممشخين جاما عصم وصات السفرين التمنونات الكتبيات بخوله ممشخين قديمه احنا مصر مترشنا لاقيم موزيون ليهود الجزائر زي ما شفنا يهود الجزائر على حد قول الاحتلال الصهيوني بأنهم بيحنوا لوطنهم وبينهم حابين يرجعوا للجزائر. في الحقيقة هؤلاء ضباط إسرائيليين، هؤلاء ضباط من الموساد وضباط مخابرات خدموا في الجيش الصهيوني اللي قتل أطفال فلسطين. كل واحد فيهم خدم في هذا الجيش، خدم في جيش الاحتلال الصهيوني. هو مسؤول عن قتل الأبرياء، مسؤول عن احتلال الأرض الفلسطينية، مسؤول عن كل الأحداث اللي بتحدث في فلسطين وبده يخرب الجزائر. بيقول لك حنيت لوطني عن اي بيقول لك حنيت لوطني عن اي وطن تتحدثون عن اي وطن تتحدثون يا ريت تكتبوا لنا في التعليقات خصوصا اهلنا في الجزائر هل تقبلوا بمثل هؤلاء انه يكونوا في الجزائر لا والله هل تقبلوا بعودتهم هل لهم امان بعد ما كل واحد خدم في الجيش وقتل الابرياء ملوش امان بعد ما أيديه تلطخت بالدم الفلسطيني وبالدم العربي ملوش أمان ياريت تكتبونا في التعليقات خصوصا أهلنا في الجزائر هل بتحبوا هؤلاء الأشخاص إنهم يرجعوا ويكونوا بينكم في الوطن الكبير وطننا الجزائر لأنه فلسطين والجزائر واحد كل المحبة والاحترام لكل أهلنا في الجزائر تحيا الجزائر وتحيا فلسطين وعاشت فلسطين عربية حرة وعاشت الجزائر دولة عربية قوية حرة كل الاحترام لكم كان معكم أخوكم صابر كلاب من فلسطين سلام